قيمة. ويعني أود إن أنا يعني أشكر الأستاذة الدكتورة غادة الصغيرة على الدعوة، وبرضو أنا سعيد جدا بتواجد أستاذنا الفاضل الأستاذ دكتور محمود أبو العينين في هذا اللقاء، وده من دواعي سرورنا جميعا استمراره في العطاء. والمحاضرة اللي جاية اللي يقدمها الدكتور أحمد فيصل Management of Diabetes in Non-Critically Ill Patient New Guidelines. Thank you Mr. and Ms. Chairman. في الحقيقة أنا سعيد بتواجدي النهاردة مع حضراتكم في مدينة المنيا عروس النيل. خالص الشكر والتقدير لبورد الجمعية المصرية للأمراض الغدة الدرقية، طبعا أستاذ دكتورة غادة الخطيب، أستاذ دكتورة غادة الصغير، وأخي وبلدياتي دكتور خالد يوسف. في الحقيقة بس هم ورطوني ورطة كبيرة يعني في إن هم يحطوني في البروجرام بعد أستاذي الدكتور مصباح، وأي حد هيكون بعد دكتور مصباح هيكون في ورطة يعني، فيعني خلوني أحاول بس. طيب، عنوان المحاضرة النهاردة واحد من أهم المواضيع الشائكة وأهم المواضيع اللي بنشوف فيها باد براكتس كتير جدا، مش بس عندنا في الصعيد ولا على مستوى مصر، أنا عايز أقول لكم إن ده بيحصل على مستوى العالم كله. هنحاول نصلح بعض المفاهيم وهنحاول نشوف النيو جايدلاينز بتقول لنا ايه في الموضوع ده، وهو مانجمنت اوف دايابيتس اند هايبرجلايسيميا ان ذا هوسبيتالايزد بيشنت. طيب خلينا نقول الاول هو ليه الموضوع ده مهم، لانه في الحقيقه وانا بمانج الدايابيتس في البيشنت اللي ان هوسبيتال الموضوع ده هاف ا ديفرنت تشالنجز. طب ايه هي التشالنجز اللي بتواجهني في الحقيقه؟ الهوسبيتال دايما اسوشيتد بنيوتريشنال اند كلينيكال انستابيليتي، اسوشيتد باكيوت ايلنس، والاكيوت ايلنس كلنا عارفين ان ده بيبقى دايما اسوشيتد بستريس ريليتد هايبرجلايسيميا. كمان عندنا بعض الميديكيشنز اللي بتاثر دايركتلي على الميتابوليك ستيت بتاعه العيان وعلى الهايبرجلايسيميا او الهايبوجلايسيميا، كلها تشالنجز في الحقيقه لازم نواجهها واحنا بنمانج البيشنت اللي محجوز عندنا في المستشفى. طب why should we care؟ ما هو الموضوع لو مش مهم احنا مش هنقعد نتكلم فيه. لا هو في الحقيقه الموضوع مهم، لانه الهايبرجلايسيما لقوها اسوشيتد دايما بالبور اوتكمز، ودايما ارتبطت بهاي موربيديتي اند مورتاليتي ريت، مش بس بتطول فتره المستشفى، لا ده كمان ممكن تؤدي الى مورتاليتي. يبقى انت عمال بتعالج الديزيز الاساسي وناسي الهايبرجلايسيميا اللي هي عماله بتسوق من حاله العيان. الهايبرجلايسيميا كمان مهمه جدا في الهوسبيتالايزد بيشنت، وكمان بتنكريز الموربيديتي والمورتاليتي، عشان كده الادكويت ميتابوليك كنترول مهم جدا في البيشنت دول. طيب انا في المحاضره بتاعتي هحاول سريعا ناخد بريف اوفر فيو عن الكونسيكونسز في الانبيشنت هايبرجلايسيميا، ونريفيو التارجت بتاعنا، هنبقى محتاجين البلاد شوجر بتاعنا ايه التارجت بتاعه، وهندسكس الاستراتيجيز فور ذا مانجمنت اوف هايبرجلايسيميا. طب الهايبرجلايسيميا انديزايربل، قلناها ان هي اسوشيت بادفيرس اوتكم، بس اخد بالي من نقطه مهمه، انه انا عندي حاجه اسمها هايبرجلايسيميا وذاوت دايابيتس، يعني ممكن العيان جاييني من غير ما يكون دايابيتك، مش مجرد ما اخد من بقه كلمه لا انا ما عنديش سكر فخلاص انسى السكر، لا لازم اقيس السكر لكل عيان داخل عند المستشفى، لانه ببساطه ممكن الاقي اندايجنوزد دايابيتس، وممكن الاقي النس ريليتد هايبرجلايسيميا او الاستريس ريليتد هايبرجلايسيميا. طب المفاجأة كانت في حاجة أخطر من كده، لقوا إنه الأوتكمز بتبقى مور باد أو وورس في العيانين اللي نوت نون دايابيتك معاهم هايبرجلايسيميا عن العيانين اللي أوريدي نوت دايابيتك، وعلى العيانين اللي أوريدي نون دايابيتك. وعشان كده اتعملت الاستادي دي في 2002، لقوا إنه قد إيه أربع أضعاف أو أكتر من أربع أضعاف المورتاليتي ريت، احنا هنا بنتكلم عن المورتاليتي عن الدس، اربع اضعاف في البيشنت النيولي ديسكفرد هايبرجلايسيميا عن البيشنت اللي ويز هيستوري اوف دايابيتس. فالموضوع فعلا خطير ومهم ولازم نهتم بيه. طيب ايه التارجت بتاعنا؟ احنا هنا بنتكلم عن الناس اللي في الانورد، يعني انا المحاضره بتاعتي عن النون كريتيكال ال، مش هدخل في البيشنت الكريتيكالي عشان ده المفروض محاضره ثانيه، لكن النون كريتيكال ال الناس اللي محجوزين عندي في القسم الورد العادي خالص، انا محتاج البريميل بتاعهم بيكون اقل من 140، ومحتاج البوست برانديال اقل من 180، لو البلاد شوجر بدا يقل عن 100 انا محتاج اعمل ريفيو ثاني او ري اسيس للريجيمين بتاعي. في الحقيقه احيانا بغير وبغير التارجتس دي، بعض العيانين بحتاج مور هاير تارجتس زي البيشنت بتوع الرينال فيلير، الليفر سيل فيلير، او الهايبوجلايسيميا ان اويرنس. عشان كده احنا عندنا دايما كلمه ذهبيه كده في كل حاجه تخص الدايابيتس، هي انديفيدواليزيشن. انديفيدواليزيشن از ذا كي، ده دايما المفتاح بتاعنا في اي مانجمنت لاني دايابيتك بيشنت حتى الهوسبيتاليزد بيشنت. طيب
What about the strategies؟ في الحقيقة يعني هنرجع لواحد من المراجع المهمة جدا اللي احنا دايما بنرجع ليها وهو الـ ADA guidelines سواء 2023 أو 2024. قالوا لنا كم بوينتس هنقولهم بسرعة. قالوا لنا ان خد بالك اي عيان داخل المستشفى انت محتاج تعمل له هيموجلوبين A1C. طب هو مهم؟ اه مهم. طب ليه؟ هنعرف بعد شويه ومهم ليه. لكن اي عيان ما تعملهوش هيموجلوبين سي اخر 3 شهور وسكره عالي لما دخل عندك المستشفى لازم تعمل له هيموجلوبين سي. هنعرف بعد شويه ليه. طب ايه تاني؟ قالوا لنا خد بالك الانسولين ده ما هوش دواء سهل وبسيط كده. الجمله الشهيره لاي حد داخل بيشنت دايابيتك روح كاتبها له، انسولين حسب الجدول كل 6 ساعات. الجمله دي خلينا يعني نعلق عليها شويه عشان هي ماشيه معانا المحاضره كلها، تمام؟ الموضوع مش بهذه السهوله. الانسولين ده دواء خطير، دواء لازم يتاخد على ريتن بروتوكول، ريتن او كمبيوترايزد بروتوكول. فالموضوع ده مهم جدا عشان خاطر انا بتعامل فعلا مع دواء بيسموه هاي اليرت ميديكيشن. الانسولين ثيرابي لازم نبدا لاي عيان اكتر سكره اكتر من 180 مع ادمشن، بنحاول نحافظ على الرينج من 140 ل 180 في اغلب المرضى بتوعي. طيب احيانا بستخدم مور سترينجت، اه احيانا طبعا زي ما قلنا الانديفيدوليزيشن مهم جدا. طيب ببساطه خالص خالص اي عيان داخل لي انا هساله انت دايابيتك ولا نوت دايابيتك؟ ادي اول سؤال انا لازم اعمله لكل العيانين بغض النظر عن هو جايين بايه. قال لي انا ما عنديش دايابيتس، تمام، هتشيك البلاد شوجر زي ما قلنا لقيناه اقل من 140، خلاص العيان ده نو بوينت اوف كير، يعني مش محتاج متابعه سكر تاني الا اذا الشويه اللي في الاخر دول انه لو حصل له كلينيكال كونديشن اتغيرت، خد تي بي ان، خد انترال فيدنج سترويدز اوكتوريوتايد، الحاجات اللي ممكن تاثر على الميتابوليك ستيت بتاعته. طيب قال لي انا ما عنديش دايابيتس بس لقيت السكر بتاعه 140، هعمل ايه؟ ده لازم بوينت اوف كير، لازم اتابع البلاد شوجر بتاعه، ولو السكر بيزيد عن 180 هبدا له انسولين ثيرابي، لكن خد بالك ان انا لازم اتشيك الهيموجلوبين A1C. طب ليه؟ احنا قلنا من شويه هنعرف اهميه الهيموجلوبين سي عشان ببساطه خالص لو الهيموجلوبين سي اكتر من 6.5 اكتر او يساوي 6.5 خلاص البيشنت ده نيولي ديسكفرد دايابيتس، في حين انه لو اقل من 6.5 فممكن يكون الموضوع ستريس ريليتد هايبر جلايسيميا. لو هو هيستر اوف دايابيتس خلاص ده مش محتاج طبعا، ده لا محتاج اتابعه واحتاج ان انا انيشيت الميديكيشن. يبقى زي ما قلنا الهيموجلوبين سي مهم عشان ناسس الجلايسيميك كنترول قبل الادمشن. العيان ده اوريدي نون دايابيتك وبياخد علاج، بس يا ترى العلاج ده مظبطه ولا مش مظبطه اصلا؟ فالتراكمي بتاعه في اول مره ده هيديني فكره. طبعا احنا مش بنعتمد على التراكمي لوحده، بنعتمد على الريدنجز وحاجات كتير اللي هي القراءات اللي هي بتاعه السيلف مونيتورنج او بتاعه السي جي ام اللي هو الكونتينوس جلوكوز مونيتورنج. انما الهيموجلوبين سي هيدينا فكره ومازال موجود في الصوره، هيدفرنشيت النيو دايجنوزز من الاستريس ريليتد زي ما قلنا، وهيخليني اعرف اديزاين at the time of the discharge a design good regimen لي. طبعا اللي طالع من المستشفى وهيموجلوبين A1C بتاعه اكتر من 13 غير اللي طالع من المستشفى والهيموجلوبين A1C بتاعه 7، ده اقدر اديله اورال، انما الثاني لازم يمشي على انسولين ثيرابي. طيب اخر حاجه ناخد بالنا ان الهيموجلوبين A1C نوت فاليد في حالات زي البلاد ترانسفيوجنز وزي الانيميا وزي الهيموليسيز والناس اللي بتعمل دايالسيز، الكلام ده كله لازم يبقى ام مايد. طب جنرالي كده ايه الاستراتيجيز اللي انا بستخدمها وانا بمانج البيشنت الان هوسبيتال؟ خدوا بالكم الاورال دايما نوت جنرال ريكومندد، يعني يستحسن نبعد عنهم. الافضل هو البيزال بولس، هو اللي هيكون افضل ريجيم معايا وهنعرف دلوقتي، في حين لو في الكريتيكال ال بيشنت بنستخدم الكونتينوس انترا فينوس انفيوجن. طيب لو بصينا بصه كده عامه على الاورال انتي دايابيتكس، في الحقيقه هتلاقوا كل الجروبس، الميتفورمين يفضل ان انا ابعد عنه، السلفينولاي رياح عشان الهايبوجلايسيميا في فتره الامبيشنت طبعا يفضل ان انا ابعد عنه، البايوجلوتازون عارفين مشكله الفلويد ريتنشن طبعا، الاكربوز مش موجود في مصر، الدي بي 4 يمكن المجموعه الوحيده اللي اكسبتد ان العيان يكمل عليها ان ذا هوسبيتال، بغض النظر عن بعض المشاكل بتاعه السلوينج الجاستريك امبتي والقصه دي لو بيشنت عنده فوميتنج او كده، والاس جي ال 2 يفضل ان انا ابعد عنهم برضه عشان خاطر موضوع الديهايدريشن وموضوع كمان الايوجلايسيميك كيتو اسيدوزز، فيفضل برضه فتره الامبيشنت ابعد عنها. يبقى اذا انا محتاج برو اكتيف مانجمنت. برو اكتيف يعني ايه؟ يعني انا لازم اكون استباقي، انا واخد خطوه استباقيه قبل ما استنى الهايبر جلايسيميا تحصل او قبل ما استنى الان كنترول دايابيتس يحصل، في حين اللي احنا اللي بنعمله دلوقتي عندنا هي خطوه ارتجاعيه، يعني انا بستنى السكر يعلى عشان ادي الانسولين حسب الجدول كل 6 ساعات، وبعد كده لو السكر عيلي جامد بدي جرعه كبيره فبيحصل هايبر جلايسيميا فما بديش فيرجع هايبر جلايسيميا وندخل في فيري جلوكوز فاريشن، وده فيري باد على مستوى المايكرو فاسكولار والماكرو فاسكولار. طيب ده الكرنت براكتس للاسف انه بيعتمد على نون فيسيولوجيكال انسولين بريسكريبشن على ري اكتيف استراتيجي، يعني انا بستنى الحاجه تحصل عشان انا اتفاعل معاها. طيب ايه لازم اعتمد حاجه تو افويد هايبوجلايسيميا، وفي الحقيقه السلايد سكيل ده من واحد من اسوء الحاجات اللي بتؤدي للهايبوجلايسيميا في العيان.
طيب ايه البيست براكتس ببساطه خالص خالص، انا محتاج من حضراتكم تدوا الرايت تايب اوف انسولين ان رايت اماونت ات ذا رايت تايم تو ميت ذا انسولين نيدز اوف ذا بيشنت. الجمله دي اهم جمله في الموضوع، انا محتاج ادي الانواع المناسبه في الاوقات المناسبه. طيب عشان الوقت بيجري، البيزل انسولين ده كومبوننت مهم جدا، ويكاد ما ينفعش عيان يكون موجود عندك في المستشفى ما يبقاش على بيزل انسولين الا في حالات يعني قليله جدا. ايه هم البيزل انسولين؟ عشان الناس الشباب اللي معانا، احنا معانا الانسوليتارد اللي هو تراديشنال انسولين القديم، بس لو هستخدمه هستخدمه كل 12 ساعه ناخد بالنا. وبعدين عندنا الانالوجز اللي هم اللانتوس والليفيمير، دول الاقدم، والاحدث شويه اللي هم توجيو والتريسيبا، ويمكن كمان في حاجه اسمها بايوسيميلر نزلت جديده اللي هي السميجلي. فكلها دي اسمها بيزل انسولين، ودي كومبوننت مهم جدا. بعد كده الشورت اكتنج انسولين سواء بعتمد عليه نيوتريشنال او كوركشنال، ده زي الحاجات زي الريجولار انسولين الاكت رابيد، والحاجات الانالوج زي الابيدرا والنوفو رابيد والهومالوج والحاجات اللي زي كده. طيب خد بالكم من اخر جمله كده، اخر جمله دي فيري فيري امبورتنت، يوز اوف ذا سلايدنج سكيل انسولين حسب الجدول كل 6 ساعات از ديسكورجد، وده واخد ليفل ايفيدنس اي discouraged، يعني we shouldn't use it. طيب في الحقيقه ليه انا مهم ان احط بيزل انسولين؟ والانسولين حسب الجدول كل 6 ساعات ده ما فيهوش بيزل انسولين، انا بعتمد ان السكر يعلى عشان ادي جرعه انسولين. عشان في الاخر انا البيزل انسولين بيتحكم في حاجه اسمها جلوكوز برودكشن بتوين ذا ميلز، اللي هو الهيباتيك جلوكوجينيسيس والهيباتيك جلوكوجينولايسيس والحاجات اللي بتحصل الميتابوليزم اللي ما بين الميلز. فبالتالي انا لازم اغطي الفتره دي، وبتبقى غالبا 50% من الجرعه بتاعه العيان. في حين بعد كده البوست برانديال، لو البيشنت بياخد نيوتريشن، البوست برانديال جلوكوز اكسكيرشن بتعامل معاها بالبرانديال انسولين. يبقى الكومبوننتس بتاعتي هي بيزل انسولين، نيوتريشنال انسولين، كوركشنال. ايه الفرق بين نيوتريشنال كوركشنال؟ ببساطه خالص الفرق بين نيوتريشنال كوركشنال، نيوتريشنال لو العيان بتاعي بياخد نيوتريشن، العيان بتاعي على ريجولر ميلز بياخد نيوتريشنال، خلاص انا لازم احط له جرعات ما قبل الوجبات، تمام؟ او لو البيشنت بياخد تي بي ان يبقى بحطه على انترافينوس انفيوجن. انما لو العيان بتاعي ام بي او ما بياخدش، خلاص انا مش محتاج براندي، مش محتاج، هو ما فيش وجبات اصلا، لكن هستخدم الشق الثاني اللي هو كوركشنال. كوركشنال ده شبيه بالسلايدنج سكيل، انما ما ينفعش احط سلايدنج سكيل واحد لكل العيانين، لا يراعي الحاله بتاعت العيان ولا الانسولين ريزيستنت ستيت ولا الاوبيزيتي ولا النيوتريشنال ستيت بتاعته، واحط سكيل لكل الناس، لا، كل واحد المفروض يبقى ليه سكيل معين. وعندنا ثلاثه سكيلز هنناقشهم دلوقتي اللي هم المودفايد سكيل، اللي انا ممكن استخدمهم امتى؟ كوركشنال دوزز. انما ما انساش ان في تو كومبوننتس اساسيين، البيزل والبرانديال في حاله لو عيان بياخد برانديال انسولين. لازم يبقى ريتن فورميت للبيزل وللنيوتريشنال، ما ينفعش كده انسولين حسب كده كل 6 ساعات لكل الناس، ما ينفعش، لازم يبقى كل واحد ليه جدول مخصوص بيه. طيب الستيب وايز دي هقولها بسرعه ان شاء الله في الوقت اللي باقي. انا عندي 4 خطوات لازم اعملها لاي عيان داخل عندي وهبدا امانج فيه هايبر جلايسيميا. انا عايز قد ايه اماونت من الانسولين، وعايز النيوتريشنال ستيت بتاعه العيان دي ايه، وايه الانواع من الانسولين اللي انا محتاجها، واخر حاجه قياسات السكر في العيان ده اخباره ايه. الخطوه رقم 1، انا محتاج قد ايه من العيان انسولين للعيان. ببساطه لو العيان ده نايف، يعني ده اول مره استخدم معاه انسولين، انا هحاول احسبها بالمعادله دي، تقريبا نص وزن العيان، يعني هي من 4/10 ل 5/10، خليناها 5/10 للتسهيل، نص وزن العيان انا محتاجه انسولين. طب النص الوزن ده هعمل فيه ايه؟ احيانا طبعا بحتاج حاجات اكبر من كده. نص الوزن ببساطه هقسمه 50-50، نصه انا محتاج يعني سي عيان 80 كيلو، انا محتاج فيه 40 وحده انسولين، نصهم هيبقوا بيزل ونصهم هيتوزعوا از ابرانديال، طبعا لو العيان ده بياخد وجبات، لو ما بياخدش وجبات يبقى هحط له كوركشنال دوز. احيانا بنستخدم 40-60، لكن الاشهر هي ال 50-50. طيب في عيانين اسوشيتد بهايبوجلايسيميا، لازم ناخد بالنا منهم، البيشنت تايب 1، الناس المال نيوتريشن، الاند ستيج رينال ديزيز، الادرينال انسفشنسي، الناس دول لازم يبقى ليهم سبيشال اويرنس. طبعا الهايبر جلايسيميا قلنا واحنا اشهر الدراجز زي الاسترويد، اي حد بياخد استرويد لازم اخد بالي ان السكر بتاعه هيعلى. رقم 2، اسس النيوتريشنال ستيت، العيان ده هياخد ريجولار ميلز ولا هياخد كونتينوس تيوب فيدنج اللي هو الانترال فيدنج، ولا هياخد بارنترال، ولا ام بي او. في الحقيقه واحده من المعضلات اللي بتواجهنا لما يكون العيان اوريدي على انسولين سيرابي يدخل لنا المستشفى ويتحط على ام بي او، ده هيتحط خلاص مش هيبقى فيه تغذيه، هعمل ايه في الانسولين اللي جايين بيه؟
ببساطة خالص أنا هشوف الشق البيزل، لو هو ماشي على بيزل بولس يبقى همسك الجزء البيزل، لو هو ماشي على بريميكسد هحسب الجرعة بتاعت البيزل بتاعته اللي هي 70 لـ30، 70% دي هي البيزل، همسكها وأنزلها بنسبة من 20 لـ50%، خلينا نتكلم 30%، هنعمل لها ريدكشن 30% وهنثبتها، تمام؟ في حين الميلز اللي هي البراند الإنسولين هنوقفها لأن أنا ما عنديش هنا إيه؟ ميلز، تمام؟ هحط بقى كوركشنال دوزز في حالة لو السكر بدأ يرتفع عن ال 150 زي ما هنقول بعد شوية في آخر سلايد، يبقى في الحالة دي أنا أقدر أحط الكوركشنال دوزز. طيب يبقى ده اللي هو decide which component of insulin، أنا محتاج بيزل ومحتاج nutritional في العيان الـ MBO، لكن محتاج برانديال في العيان اللي بياخد جرعات ثابتة. طيب دي الجنرال برينسيبلز، هو نفس الكلام اللي انا قلته عشان ما اضيعش وقت، لكن حاجه لاخر نقطه واهم نقطه هي السكيلز. دي حاجه اسمها موديفايد سكيلز، المفروض انا استخدم دلوقتي عندي في المستشفيات الموديفايد سكيلز اللي بتعتمد على زي ما قلنا حاله العيان، مش كل العيانين زي بعض، واندر ذا كفرج اوف بيزل انسولين، ما ننساش لازم العيان يبقى اوريدي محطوط على بيزل انسولين وكمان برينديل انسولين لو هو بياخد ريجولار ميل. طيب هنلاحظ ان احنا عندنا لو سكيل وميديوم سكيل وهاي سكيل. طب خلونا نحفظ رقم كده عشان نعرف نحفظ السكيلز ده، انا محتاج 1 مينيت بس. السكيلز دي اللو دوز سكيل ببساطه خالص انا ببدا السكيلز كلها من 150، تمام؟ وكل 50 ملي جرام هبدا ازود، دي خلاص قاعده اتفقنا عليها، ده اول رقم. ثاني رقم هي ال 40 وحده، 40 وحده انسولين، لو العيان بتاعي بيحتاج 40 وحده انسولين او اقل هستخدم اللو دوز الجوريزم، لو العيان بتاعي بيحتاج من 40 ل 80 هحتاج الميديوم دوز الجوريزم، لو العيان بتاعي بيحتاج اكتر من 80 العيان ده فيه دايما فيه غالبا انسولين ريزيستنت واوبيزيتي وحاجات عامله هايبر جلايسيميا فهحتاج هاي دوز الجوريزم. طيب كل الالجوريزمات بتبدا بوحده، يعني من اول ال 150 ببدا احط وحده وحده، يعني ما عدا ده وحده للتسهيل لكن هي المفروض تبقى وحدتين. طب القصه كلها هتفرق في هزود قد ايه، يعني كل 50 ملي جرام هزود لهم قد ايه، في اللو سكيل بزود بالوحده، كل 50 ملي جرام بزود وحده، يبقى وحده من 150 ل 200، من 200 ل 250 وحدتين، من 250 ل 303 وهكذا. في الميديوم بزود بالوحدتين، بزود بالوحدتين، في حين في الهاي بزود بالثلاث وحدات. طبعا انا يعني حاولت اعملها سمبليفيكيشن شويه عشان تتحفظ، هي يعني فيها اختلافات شويه لكن مش مشكله، احفظوها بالشكل ده يبقى كويس. في الاخر individualization is the key، احيانا بعمل individualized algorithm، احيانا العيان بتاعي بيحتاج كلام غير ده خالص، بحتاجه لما اشوف الارقام بتاعه البلاد شوجر بتاعته. اخر نقطتين، وانا بخرج العيان هل لازم كل العيانين ماشيين على انسولين في المستشفى يمشوا على انسولين وهم خارجين؟ لا، لو بياخد من 20 ل 25 وحده او اقل ممكن جدا اشفته على اورال مفيش مشكله. طب لو بياخد اكتر على حسب، ممكن احطه على بيزل اورال او احطه على بيزل بولس طبعا وهو طالع. طيب اخر شريحه واهم شريحه، ولو طلعتوا بالشريحه دي من المحاضره انا كافي جدا، there is no autopilot insulin regimen for hospitalized patient و please stop writing انسولين حسب الجدول كل 6 ساعات and thank you.